كرمت فرقة مواهب ليبيا بقيادة حمزة بليبلو بالمسرح الوطني بنغازي الفنان الكوميدي صالح الأبيض بعد عودته من رحلة علاج في الخارج وسط حشد من الفنانين ومحبي الفنان. حفل التكريم الذي حضره عديد من الفنانين بدأ بنقل مباشر لحضور الأبيض من منزله صحبة الفنان طارق المسماري إلى المسرح، حيث تقدم لاستقبال الفنان بليبلو الذي أوجز بكلمته أن الفنان الأبيض أعطى الابتسامة، فكان من الواجب أن يستقبل بحفاوة وتكريم لما قدمه طوال سنوات من العطاء. جميل أن نحن كفنانين نكرم بعضنا، وجميل أن نحن نفرح بعضنا وما ننتظرش من حد يكرمنا، فلفتة حلوة من فرقة مواهب ليبيا. وأعقب ذلك سكتش قدمه الفنان الشاب هيثم درباش، ثم قصيدة شعرية لجمال الدريوي رحب فيها بالفنان الأبيض. ومن جانبه عبر الأبيض عن سعادته بهذا الاحتفال والتكريم من قبل فرقة مواهب ليبيا، معلنا عن تفاجئه لتلقيه مثل هذا التكريم والحفاوة في الاحتفال. وانت العطاء والكل يحكي عنك لله لله في لله لله في لله ساكن قلوب الناس، لا بجاملة لا غصب لا هورية، بعيد السوم إن شاء الله لا باس، بعيد السوم إن شاء الله لا باس، طلبنا الله طلبنا الله يتمم بالشفاء. بدورها الفنانة سلوى عبرت عن سعادتها الكبيرة بأن هناك شبابا من الفنانين يقدرون قيمة الفنان. صالح ألف لا باس عليك، صالح زميلنا وأخونا الفنان الخلوق، أنا أقول في الكلمة هذه نيابة عني وعن جميع الفنانات اللي اشتغلن مع صالح. صالح الفنان الخلوق بين قوسين اللي دائما ينظر الفنانة كأخت، ودائما يعاني فينا بمحبة وبدفء، وكان يسأل علينا ويتابع فينا يعين. وفي ختام الحفل قدمت فرقة مواهب ليبيا درع الوفاء للفنان القدير، حيث أكد الشاعر جمال الدريوي والناطق باسم الفرقة بأن النجم صالح الأبيض علم من أعلام ليبيا ورمز من رموز الفن الليبي. احتفال يأتي تقديرا للفنان الرائع صالح الأبيض الذي يعتبر كنزا من كنوز الفن الليبي وظاهرة فنية قيمة، لطالما رسم بموهبته الابتسامة على وجوه الليبيين وأدخل الفرحة إلى قلوبهم. عاجز عن الشكر، نشكركم جميعا.